السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير أصدقاء قناتي. أنا وحياتي شرف كبير لي وجودكم والله في قناتي. أسعار الدولار والعملات في اليوم الخميس 8/6/2023 فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني دايما باشتراك ولايك. أولا هنستعرض سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء اللي عادت بقوة اليوم بعد انخفاض يوم واحد. سعر الدولار اليوم في البنوك سجل 30.99 جنيه، سجل الريال السعودي اليوم في البنوك 8.24 جنيه، دينار الكويتي سجل 100.39 جنيه، يتخطى في السوق السوداء 127.126 جنيه، الدرهم الإماراتي سجل 8.41 جنيه، جنيه الاسترليني 38.35 جنيه، اليورو سجل 33.01 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء، أسعار الدولار في السوق السوداء زي ما بقول لحضراتكم انخفاض يوم واحد بس 24 ساعة، ويمكن ما كملتش ورجعت بارتفاع مهول. الشراء سجل 40.04 جنيه، والبيع سجل 41 قرش 41.20 جنيه. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير ليا. استعرضنا مع بعض أسعار الدولار والعملات اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.